أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل هذه السورة المباركة سورة الفاتحة فاتحة خير على هذا الجسد المبارك. اللهم اجعلها فاتحة للشفاء، اللهم اجعلها فاتحة للخير كما جعلتها فاتحة للكتاب، كما جعلتها السبع المثاني، وكما جعلتها فاتحة للقرآن العظيم. اللهم اجعلها فاتحة للشفاء والخير والبركة والرزق الكثير على هذا الجسد المبارك. اللهم كما جعلتها رحمة على المؤمنين، اللهم اجعلها نارا على الكافرين، نارا وحميما وعذابا أليما. اللهم اجعلها فاتحة للموت على هؤلاء الشياطين الظالمين الكفر المعتدين الذين يسكنون أجساد المؤمنين. اللهم اجعل سورة الفاتحة صاعقة تنزل عليهم عذابا موتا حريقا صيحة واحدة تأخذهم. يا رحمن الدنيا، يا قوي يا متين، يا جبار السماوات والأرض، أنت الواحد القهار. اللهم كل شيء بيديك والأمر يرجع إليك يا رب العالمين. اللهم فخذهم أخذ عزيز مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. تعني أن الله عز وجل سيهدينا إلى الصراط المستقيم. أما أنتم أيها الضالون المكذبون، أيها الشياطين المعتدون الذين سكنتم هذا الجسد ظلما وعدوانا، فالموت سيأتيكم في الطريق، الموت لكم في الطريق بإذن الله تبارك وتعالى. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق 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 حذر الموت من الصواعق من الصواعق من الصواعق من الصواعق حذر الموت من الصواعق من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق من الصواعق حذر الموت من الصواعق من الصواعق من الصواعق حذر الموت من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق من الصواعق من الصواعق من الصواعق من الصواعق من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق من الصواعق من الصواعق من الصواعق من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة فقل أنذرتكم صاعقة فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون فأخذتهم صاعقة العذاب 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 الهون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة 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 وهم ينظرون فعتوا عن أمر ربهم فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة 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 فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين الله أكبر الله أكبر. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم يا قوي يا متين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الكبرياء والملكوت، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أنت القوي المتين، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، أنت عالم الغيب والشهادة، أنت قهرت عبادك بالموت والفناء، يا ذا الجبروت يا ذا الكبرياء، أنت ربنا ورب المستضعفين. اللهم قهر الشياطين، اللهم قهر الشياطين يا رحمن الدنيا والآخرة في أجساد المؤمنين. اللهم انزل عليهم عذابا، في أجساد المؤمنين. اللهم انزل عليهم الموت الزؤام، اللهم اقطع عليهم الهواء في أجساد المؤمنين. اللهم انزل عليهم بأسك الشديد، اللهم أهلك أقواهم وأدهاهم وأخبأهم في الجسد اللهم احرقهم حرقا وعذبهم عذابا أليما. اللهم انتقم وزلزل الشياطين زلزالا شديدا في أجساد المؤمنين والمؤمنات. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انزل عليهم الصواعق من فوقهم ومن تحتهم، اللهم اخسه بهم الأرض، اللهم زلزل من تحت أقدامهم. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستدفع الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نبتهل إليك وندعوك بلا إله إلا الله. اللهم إنا نستحمي بك ونستنصر بك ونستقوي بك يا ذا الجلال والإكرام، أنت القوي المتين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحم عبادك المؤمنين المخلصين، ارحمهم برحمتك، وأنزل عليهم شفاء من شفائك،
إنك أنت ذو الفضل العظيم وذو الرحمة الواسعة. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم من أراد بعبادك سوءا فأهلكه واجعل الدائرة عليه وأهلكه وأشغله بنفسه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اللهم انتقم شر انتقام يا ذا الجلال والإكرام على كل جبار عنيد وعلى كل شيطان مريد. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم احرقهم بكل حرف من القرآن قرأته بالليل والنهار. اللهم دمرهم تدميرا بكل تهليلة هللتها وبكل تسبيحة سبحتها وبكل تكبيرة كبرتها وبكل أذان رفعته بالليل والنهار. اللهم زلزلهم واحرقهم وعذبهم واقتلهم بكل حرف من القرآن قرأته بالليل والنهار. اللهم احرق جميع الشياطين وزلزلهم زلزالا شديدا. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم، اللهم اجعل الدماء والأعصاب والشرايين والأوردة والعظام والمفاصل نارا عليهم وحميما وعذابا أليما. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم شوبا حارقة، اللهم اجعلهم شوبا حارقة، اللهم اسعقهم، اللهم اجعلهم، اللهم انزل عليهم صاعقة تسعقهم، اللهم انزل عليهم صاعقة تسعقهم، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد يا ذا العزة والجبروت. اللهم انزل عليهم بأسك الشديد، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد في أجساد المؤمنين والمؤمنات يا ذا الجلال والإكرام. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، 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 والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، 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 والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، 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 والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، 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 والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الله أكبر، الله أكبر. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العزة والجبروت يا ذا الكبرياء والملكوت، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أنت القوي المتين، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، أنت عالم الغيب والشهادة،
أنت قهرت عبادك بالموت والفناء، يا ذا الجبروت يا ذا الكبرياء، أنت ربنا ورب المستضعفين. اللهم قهر الشياطين، اللهم قهر الشياطين يا رحمن الدنيا والآخرة في أجساد المؤمنين. اللهم أنزل عليهم عذابا، اللهم أنزل عليهم عذابا في أجساد المؤمنين. اللهم انزل عليهم الموت الزؤام، اللهم انزل عليهم الموت الزؤام، اللهم اقطع عليهم الهواء في أجساد المؤمنين، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد، اللهم أهلك أقواهم وأدهاهم وأخبأهم في الجسد وأدهاهم وأخفاهم في الجسد، اللهم احرقهم حرقا وعذبهم عذابا أليما، اللهم انتقم وزلزل الشياطين زلزالا شديدا في أجساد المؤمنين والمؤمنات، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انزل عليهم الصواعق من فوقهم ومن تحتهم، اللهم اخسئ بهم الأرض، اللهم زلزل من تحت أقدامهم، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نستدفع الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنا نبتهل إليك وندعوك بلا إله إلا الله، اللهم إنا نستحمي بك ونستنصر بك ونستقوي بك يا ذا الجلال والإكرام، أنت القوي المتين، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحم عبادك المؤمنين المخلصين، ارحمهم برحمتك، وأنزل عليهم شفاء من شفائك، إنك أنت ذو الفضل العظيم وذو الرحمة الواسعة، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم من أراد بعبادك سوءا فأهلكه واجعل الدائرة عليه وأهلكه وأشغله بنفسه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اللهم انتقم شر انتقام يا ذا الجلال والإكرام على كل جبار عنيد وعلى كل شيطان مريد، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم احرقهم بكل حرف من القرآن قرأته بالليل والنهار، اللهم دمرهم تدميرا بكل تهليلة هللتها وبكل تسبيحة سبحتها وبكل تكبيرة كبرتها وبكل أذان رفعته بالليل والنهار، اللهم زلزلهم واحرقهم وعذبهم واقتلهم بكل حرف من القرآن قرأته بالليل والنهار، اللهم احرق جميع الشياطين وزلزلهم زلزالا شديدا، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم، اللهم اجعل الدماء والأعصاب والشرايين والأوردة والعظام والمفاصل نارا عليهم وحميما وعذابا أليما، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم شوبا حارقة، اللهم اجعلهم شوبا حارقة، اللهم اسعقهم، اللهم اجعل، اللهم انزل عليهم صاعقة تسعقهم، اللهم انزل عليهم صاعقة تسعقهم، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد يا ذا العزة والجبروت، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد في أجساد المؤمنين والمؤمنات يا ذا الجلال والإكرام. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، وياتيه الموت وياتيه الموت وياتيه الموت وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، وياتيه الموت وياتيه الموت وياتيه الموت وياتيه الموت من كل مكان وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وياتيه الموت وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، ومن ورائه عذاب غليظ. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، وياتيه الموت وياتيه الموت وياتيه الموت وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ.
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت ويأتيه الموت ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت ويأتيه الموت ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت ويأتيه الموت ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ الله أكبر الله أكبر اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العزة والجبروت يا ذا الكبرياء والملكوت اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم أنت القوي المتين أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو أنت عالم الغيب والشهادة أنت قهرت عبادك بالموت والفناء يا ذا الجبروت يا ذا الكبرياء أنت ربنا ورب المستضعفين اللهم قهر الشياطين اللهم قهر الشياطين يا رحمن الدنيا والآخرة في أجساد المؤمنين اللهم أنزل عليهم عذابا اللهم أنزل عليهم عذابا في أجساد المؤمنين اللهم انزل عليهم الموت الزؤام اللهم انزل عليهم الموت الزؤام اللهم اقطع عليهم الهواء في أجساد المؤمنين اللهم انزل عليهم بأسك الشديد اللهم أهلك أقواهم وأدهاهم وأخبأهم في الجسد وأدهاهم وأخفاهم في الجسد اللهم احرقهم حرقا وعذبهم عذابا أليما اللهم انتقم وزلزل الشياطين زلزالا شديدا في أجساد المؤمنين والمؤمنات اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم انزل عليهم الصواعق من فوقهم ومن تحتهم اللهم اخسه بهم الأرض اللهم زلزل من تحت أقدامهم اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نستدفع الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نبتهل إليك وندعوك بلا إله إلا الله اللهم إنا نستحمي بك ونستنصر بك ونستقوي بك يا ذا الجلال والإكرام أنت القوي المتين اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ارحم عبادك المؤمنين المخلصين ارحمهم برحمتك وأنزل عليهم شفاء من شفائك إنك أنت ذو الفضل العظيم وذو الرحمة الواسعة اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم من أراد بعبادك سوءا فأهلكه واجعل الدائرة عليه وأهلكه وأشغله بنفسه يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما اللهم انتقم شر انتقام يا ذا الجلال والإكرام على كل جبار عنيد وعلى كل شيطان مريد اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة
اللهم احرقهم بكل حرف من القرآن قرأته بالليل والنهار، اللهم دمرهم تدميرا بكل تهليلة هللتها، وبكل تسبيحة سبحتها، وبكل تكبيرة كبرتها، وبكل أذان رفعته بالليل والنهار. اللهم زلزلهم واحرقهم وعذبهم واقتلهم بكل حرف من القرآن قرأته بالليل والنهار. اللهم احرق جميع الشياطين وزلزلهم زلزالا شديدا. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اجعل الدماء والأعصاب والشرايين والأوردة والعظام والمفاصل نارا عليهم وحميما وعذابا أليما. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم شوبا حارقة، اللهم اجعلهم شوبا حارقة، اللهم اسعقهم، اللهم انزل عليهم صاعقة تسعقهم، اللهم انزل عليهم صاعقة تسعقهم، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد يا ذا العزة والجبروت، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد في أجساد المؤمنين والمؤمنات يا ذا الجلال والإكرام. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
الله أكبر الله أكبر. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم يا قوي يا متين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الكبرياء والملكوت، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أنت القوي المتين، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، أنت عالم الغيب والشهادة، أنت قهرت عبادك بالموت والفناء، يا ذا الجبروت يا ذا الكبرياء، أنت ربنا ورب المستضعفين. اللهم قهر الشياطين، اللهم قهر الشياطين يا رحمن الدنيا والآخرة في أجساد المؤمنين. اللهم أنزل عليهم عذابا، اللهم أنزل عليهم عذابا في أجساد المؤمنين. اللهم انزل عليهم الموت الزؤام، اللهم انزل عليهم الموت الزؤام، اللهم اقطع عليهم الهواء في أجساد المؤمنين، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد، اللهم أهلك أقواهم وأدهاهم وأخبأهم في الجسد، وأدهاهم وأخفاهم في الجسد، اللهم احرقهم حرقا وعذبهم عذابا أليما، اللهم انتقم وزلزل الشياطين زلزالا شديدا في أجساد المؤمنين والمؤمنات، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انزل عليهم الصواعق من فوقهم ومن تحتهم، اللهم اخسف بهم الأرض، اللهم زلزل من تحت أقدامهم، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نستدفع الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنا نبتهل إليك وندعوك بلا إله إلا الله، اللهم إنا نستحمي بك ونستنصر بك ونستقوي بك يا ذا الجلال والإكرام، أنت القوي المتين، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحم عبادك المؤمنين المخلصين، ارحمهم برحمتك، وأنزل عليهم شفاء من شفائك، إنك أنت ذو الفضل العظيم وذو الرحمة الواسعة، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم من أراد بعبادك سوءا فأهلكه واجعل الدائرة عليه وأهلكه وأشغله بنفسه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اللهم انتقم شر انتقام يا ذا الجلال والإكرام على كل جبار عنيد وعلى كل شيطان مريد، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم احرقهم بكل حرف من القرآن قرأته بالليل والنهار، اللهم دمرهم تدميرا بكل تهليلة هللتها، وبكل تسبيحة سبحتها، وبكل تكبيرة كبرتها، وبكل أذان رفعته بالليل والنهار، اللهم زلزلهم واحرقهم وعذبهم واقتلهم بكل حرف من القرآن قرأته بالليل والنهار، اللهم احرق جميع الشياطين وزلزلهم زلزالا شديدا، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم اللهم اجعل الدماء والأعصاب والشرايين والأوردة والعظام والمفاصل نارا عليهم وحميما وعذابا أليما، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم شوبا حارقة، اللهم اجعلهم شوبا حارقة، اللهم اسعقهم، اللهم اجعلهم، اللهم انزل عليهم صاعقة تسعقهم، اللهم انزل عليهم صاعقة تسعقهم، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد يا ذا العزة والجبروت، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد في أجساد المؤمنين والمؤمنات يا ذا الجلال والإكرام. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا
فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الله أكبر الله أكبر. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم يا قوي يا متين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الكبرياء والملكوت، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أنت القوي المتين، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، أنت عالم الغيب والشهادة، أنت قهرت عبادك بالموت والفناء، يا ذا الجبروت، يا ذا الكبرياء، أنت ربنا ورب المستضعفين. اللهم قهر الشياطين، يا رحمن الدنيا والآخرة في أجساد المؤمنين. اللهم أنزل عليهم عذابا، في أجساد المؤمنين. اللهم انزل عليهم الموت الزؤام، اللهم اقطع عليهم الهواء في أجساد المؤمنين. اللهم انزل عليهم بأسك الشديد، اللهم أهلك أقواهم وأدهاهم وأخبأهم في الجسد اللهم احرقهم حرقا وعذبهم عذابا أليما. اللهم انتقم وزلزل الشياطين زلزالا شديدا في أجساد المؤمنين والمؤمنات. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انزل عليهم الصواعق من فوقهم ومن تحتهم، اللهم اخسف بهم الأرض، اللهم زلزل من تحت أقدامهم. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستدفع الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نبتهل إليك وندعوك بلا إله إلا الله. اللهم إنا نستحمي بك ونستنصر بك ونستقوي بك يا ذا الجلال والإكرام، أنت القوي المتين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحم عبادك المؤمنين المخلصين، ارحمهم برحمتك، وأنزل عليهم شفاء من شفائك، إنك أنت ذو الفضل العظيم وذو الرحمة الواسعة. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم من أراد بعبادك سوءا فأهلكه واجعل الدائرة عليه وأهلكه وأشغله بنفسه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اللهم انتقم شر انتقام يا ذا الجلال والإكرام على كل جبار عنيد وعلى كل شيطان مريد. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم احرقهم بكل حرف من القرآن قرأته بالليل والنهار، اللهم دمرهم تدميرا بكل تهليلة هللتها وبكل تسبيحة سبحتها وبكل تكبيرة كبرتها وبكل أذان رفعته بالليل والنهار. اللهم زلزلهم واحرقهم وعذبهم واقتلهم بكل حرف من القرآن قرأته بالليل والنهار. اللهم حرق جميع الشياطين وزلزلهم زلزالا شديدا. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم الدماء والأعصاب والشرايين والأوردة والعظام والمفاصل نارا عليهم وحميما وعذابا أليما. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم انزل عليهم شوبا حارقة، اللهم اسعقهم، اللهم انزل عليهم صاعقة تسعقهم، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد
اللهم انزل عليهم بأسك الشديد يا ذا العزة والجبروت، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد في أجساد المؤمنين والمؤمنات يا ذا الجلال والإكرام. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب والله شديد العقاب والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب والله شديد العقاب والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب والله شديد العقاب والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب الله أكبر الله أكبر. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم يا قوي يا متين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الكبرياء والملكوت، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أنت القوي المتين، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، أنت عالم الغيب والشهادة، أنت قهرت عبادك بالموت والفناء، يا ذا الجبروت يا ذا الكبرياء، أنت ربنا ورب المستضعفين. اللهم قهر الشياطين، اللهم قهر الشياطين يا رحمن الدنيا والآخرة في أجساد المؤمنين. اللهم أنزل عليهم عذابا، اللهم أنزل عليهم عذابا في أجساد المؤمنين. اللهم أنزل عليهم الموت الزؤام، اللهم أنزل عليهم الموت الزؤام، اللهم اقطع عليهم الهواء في أجساد المؤمنين. اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد، اللهم أهلك أقواهم وأدهاهم وأخبأهم في الجسد وأدهاهم وأخفاهم في الجسد. اللهم احرقهم حرقا وعذبهم عذابا أليما. اللهم انتقم وزلزل الشياطين زلزالا شديدا في أجساد المؤمنين والمؤمنات. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انزل عليهم الصواعق من فوقهم ومن تحتهم، اللهم اخسف بهم الأرض، اللهم زلزل من تحت أقدامهم. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستدفع الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نبتهل إليك وندعوك بلا إله إلا الله. اللهم إنا نستحمي بك ونستنصر بك ونستقوي بك يا ذا الجلال والإكرام، أنت القوي المتين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحم عبادك المؤمنين المخلصين، ارحمهم برحمتك، وأنزل عليهم شفاء من شفائك، إنك أنت ذو الفضل العظيم وذو الرحمة الواسعة. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم من أراد بعبادك سوءا فأهلكه واجعل الدائرة عليه وأهلكه وأشغله بنفسه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اللهم انتقم شر انتقام يا ذا الجلال والإكرام على كل جبار عنيد وعلى كل شيطان مريد. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم احرقهم بكل حرف من القرآن قرأته بالليل والنهار، اللهم دمرهم تدميرا بكل تهليلة هللتها وبكل تسبيحة سبحتها وبكل تكبيرة كبرتها وبكل أذان رفعته بالليل والنهار. اللهم زلزلهم واحرقهم وعذبهم واقتلهم بكل حرف من القرآن قرأته بالليل والنهار. اللهم حرق جميع الشياطين وزلزلهم زلزالا شديدا. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم، اللهم اجعل الدماء والأعصاب والشرايين والأوردة والعظام والمفاصل نارا عليهم وحميما وعذابا أليما. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم شوبا حارقة، اللهم اجعلهم شوبا حارقة، اللهم اسعقهم، اللهم اجعلهم، اللهم انزل عليهم صاعقة تسعقهم، اللهم انزل عليهم صاعقة تسعقهم، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد يا ذا العزة والجبروت. اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد في أجساد المؤمنين والمؤمنات يا ذا الجلال والإكرام. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق
وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، 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 ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.
يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الله أكبر الله أكبر اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العزة والجبروت يا ذا الكبرياء والملكوت اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم أنت القوي المتين أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو أنت عالم الغيب والشهادة أنت قهرت عبادك بالموت والفناء يا ذا الجبروت يا ذا الكبرياء أنت ربنا ورب المستضعفين اللهم قهر الشياطين اللهم قهر الشياطين يا رحمن الدنيا والآخرة في أجساد المؤمنين اللهم أنزل عليهم عذابا اللهم أنزل عليهم عذابا في أجساد المؤمنين اللهم أنزل عليهم الموت الزؤام اللهم أنزل عليهم الموت الزؤام اللهم اقطع عليهم الهواء في أجساد المؤمنين اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد اللهم أهلك أقواهم وأدهاهم وأخبأهم في الجسد وأدهاهم وأخفاهم في الجسد اللهم احرقهم حرقا وعذبهم عذابا أليما اللهم انتقم وزلزل الشياطين زلزالا شديدا في أجساد المؤمنين والمؤمنات اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم انزل عليهم الصواعق من فوقهم ومن تحتهم اللهم اخسف بهم الأرض اللهم زلزل من تحت أقدامهم اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم اجعل الدائرة عليهم
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستدفع الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نبتهل إليك وندعوك بلا إله إلا الله. اللهم إنا نستحمي بك ونستنصر بك ونستقوي بك يا ذا الجلال والإكرام، أنت القوي المتين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحم عبادك المؤمنين المخلصين، ارحمهم برحمتك، وأنزل عليهم شفاء من شفائك، إنك أنت ذو الفضل العظيم وذو الرحمة الواسعة. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم من أراد بعبادك سوءا فأهلكه واجعل الدائرة عليه، وأهلكه وأشغله بنفسه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. اللهم انتقم شر انتقام يا ذا الجلال والإكرام على كل جبار عنيد وعلى كل شيطان مريد. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم احرقهم بكل حرف من القرآن قرأته بالليل والنهار. اللهم دمرهم تدميرا بكل تهليلة هللتها، وبكل تسبيحة سبحتها، وبكل تكبيرة كبرتها، وبكل أذان رفعته بالليل والنهار. اللهم زلزلهم واحرقهم وعذبهم واقتلهم بكل حرف من القرآن قرأته بالليل والنهار. اللهم احرق جميع الشياطين وزلزلهم زلزالا شديدا. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم اجعل الدماء والأعصاب والشرايين والأوردة والعظام والمفاصل نارا عليهم وحميما وعذابا أليما. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم اجعلهم شوبا حارقة. اللهم اجعلهم شوبا حارقة. اللهم اسعقهم. اللهم انزل عليهم صاعقة تسعقهم. اللهم انزل عليهم صاعقة تسعقهم. اللهم انزل عليهم بأسك الشديد. اللهم انزل عليهم بأسك الشديد يا ذا العزة والجبروت. اللهم انزل عليهم بأسك الشديد. اللهم انزل عليهم بأسك الشديد في أجساد المؤمنين والمؤمنات يا ذا الجلال والإكرام.